معالي الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، أهلا بيك في يلا كورة. أهلا بيك يا دينا. أهلا. يعني متشرفين بوجود حضرتك معنا. شرف كبير ليا دينا. كوزير شباب ورياضة، التعامل مع محمد صلاح في المنتخب كان إزاي؟ وخصوصا يعني أنه يقال أن هو ليه أراء في أن هو يعني يضم لعيبة، يغير مدير فني، التعامل كان معه إزاي؟ الحقيقة يعني بأمانة شديدة أنا تعاملت مع محمد صلاح طبعا فترة طويلة في أثناء تولي الوزارة، ما شفتش منه غير كل حاجة جميلة، كل علاقة طيبة جدا بكل زملائه، تواضع جم جدا، محبوب من كل الناس، عمري ما شعرت بأي حاجة. طبعا أنا مش كنتش في اتحاد الكورة، اتحاد الكورة هو اللي بيبقى أقرب طبعا للفريق وللمدير الفني اللي كان مستر كوبر ساعتها والمساعدين بتوعه، لكن الحقيقة في أوقات كتيرة كنت مثلا بزور المعسكر في قبل المباراة النهائية مثلا اللي وصلتنا كاس العالم، كنت موجود قبلها بيوم مع الفريق كله، لكن ما حسيتش بأي حاجة لا في تمرين ولا في علاقته مع اللعيبة ولا حتى كمان في حضوره للطعام مثلا أو للمحاضرة أو أي حاجة، بالعكس كان كله بيشيد بيه وكله بيشكر فيه جدا ومعتبرينه أنه هو يعني زي أيقونة السعادة والحماس والشيء اللي ممكن فعلا يبقى جديد بحيث ان مصر توصل لكاس العالم 2018 بعد حوالي 28 سنة ما وصلناش كاس العالم من 1990. فالحقيقة التعامل معاه كان سلس جدا، متميز جدا، حب الناس، وكان نفسه فعلا يحقق حاجة للجيل ده ويصل بيه لكاس العالم، لانه كان شايف ان الفريق اللي معاه يستاهل انه يوصل كاس العالم. معليك، شايف مستقبل صلاح ازاي؟ يعني ممكن نشوف صلاح وزير شباب ورياضة في مصر، مدير فني للمنتخب، ولا مدرب في البريمير ليج، ولا ممكن بقى نشوفه بعد خالص عن المجال وبقى بيزنس مان؟ يعني والله برضو الدنيا اختلفت شوية، يعني ما اقدرش اقول لحضرتك انه ايه اللي ممكن حد نجم كبير زي كابتن محمد صلاح يفكر فيه، لكن فكرة الشغل الحكومي او كده يمكن ما بقتش بنفس الفكرة بتاعت زمان. يعني بيليه مثلا كان كده في البرازيل، طارق دياب ممكن كان عمل كده في تونس برضو بقى وزير، يمكن لعيبة اخرى وصلت لرئاسة الاتحاد بتاعها، ده شيء وارد ومنطقي وطبيعي يعني. لكن اعتقد في ظل الظروف دي وان الحياة الناجحة بفضل الله لمحمد صلاح قضاها في انجلترا، اعتقد ان هو ممكن يا اما يعني يتوجه بشكل او اخر الى الجانب الفني او الجانب البيزنس، يعني ده اللي اتوقعه، يعني اما الادارة والتدريب او البيزنس، لكن اعتقد الشغل الحكومي والعودة الى الشغل الحكومي ربما تكون بعيدة شوية. مش يعني ممكن يكون مش ربما تكون طبعا ما قدرش اعرف هو ايه، يعني ما تكلمناش مع بعض في حاجة زي دي، ربنا يديله الصحة، لسه قدامه سنين طويلة، لكن من معرفتي بشخصية كابتن محمد صلاح يا اما هيبقى اتجاهه فني في إدارة الكرة أو التدريب أو كده، أو هيبقى بيزنس يعني في التجاري أو كده.